نشرة أخبار الرياضة مقدمة لكم من 218، أهلا بكم. يواصل الفريق الأول بنادي الهلال استعداداته لتمثيل ليبيا بمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي عندما يلتقي أولينز ستار الكيني يوم الجمعة. إدارة الهلال أعلنت رسميا عودة اللاعبين الدوليين فيصل البدري وعبد السلام الفيتوري لصفوف الفريق وتواجدهم في مباراة يوم الجمعة بعد غيابهم عن المعسكر التدريبي الذي أقيم هذه الأيام بمصر. بحضور عدد من جماهيره الرياضية أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أول حصة تدريبية بملعب طرابلس الدولي. التدريبات كانت بمشاركة لاعبي ونجوم الفريق بعدما استطاعت اللجنة التسريرية للنادي إبرام صفقات ناجحة لتدعيم صفوف الفريق أبرزها النجمين الدوليين محمد الطبال ومحمد الشبلي، وذلك استعدادا للموسم الرياضي المقبل بتواجد الجهاز الفني المكون من المدير الفني عبد الحفيظ ربيش وبمساعدة المدربين حمدي بطا ويونس الشيباني والمعد البدني هشام غزية ومدرب الحراس طارق مميش. جدد لاعب خط وسط الأخضر عمر شحات عقده مع الفريق الأول بالنادي ليكون بذلك رسميا ضمن تشكيلة وصفوف الأخضر الموسم القادم. شحات من مواليد 1992 ويلعب كوسط ميدان صانع ألعاب لينضم بذلك لتشكيلة النادي الخضروي الذي أبرم في وقت سابق مجموعة من الصفقات الأخرى من أجل الظهور بشكل مميز الموسم المقبل وتعويض الإخفاقات السابقة. أجرى فريق النصر لكرة القدم داخل الصالة تدريباته بقاعة نادي الأولمبي بمدينة الزاوية حيث سيتبارى مع خماسيات الأولمبي وديا. فريق النصر سينتقل لمدينة غريان لمواجهة اتحاد غريان، وكانت خماسية النصر قد وصلت لمدينة طرابلس في جولة من أجل إجراء مباريات ودية استعدادا للمشاركة في بطولة الربيع العربي التي تقام في تونس كل عامين، والنصر هو بطل نسختها الأخيرة. ضمن مباريات دور الكرة الطائرة حقق النصر الفوز على حساب جاره الأهلي بنغازي بصعوبة وبنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين. التفاصيل في التقرير التالي. في الديربي الرابع هذا الموسم بين الجزارة والفحامة حقق النصر فوزه الثاني على التوالي على غريمه التقليدي الأهلي بنغازي وب3 أشواط مقابل شوطين في اللقاء الذي دار على أرضية مجمع سليمان الضرات. الحمد لله بعد مجهود كبير اليوم من الشباب ومن الطاقم الفني تمكنا من الفوز على فريق الأهلي بنغازي وتقسمنا مع صدارة مجموعة شرقية. نشكر الشباب على هذا المجهود ونشكر مكوتش على العمل الجيد خلال الأسبوع الماضي لتمكننا من الفوز اليوم، وبإذن الله تعالى للسداسي وبإذن الله من نصر إلى نصر ونهدي فوز هذا لجماهير القلعة الخضراء. اللقاء أداره الحكمين ناجي الفزاني حكم أول، الدولي حسين البركي حكم ثاني، حيث حقق الأهلي التفوق في الشوط الأول والرابع فيما تفوق النصر بالأشواط الثاني والثالث والخامس. اليوم الحمد لله توفقنا ضد النادي الأهلي بنغازي بنتيجة 3-2، وكان معاهم معد أجنبي اللي كان معانا الموسم اللي فات، والحمد لله توفقنا اليوم ومتصدرين في المجموعة. وإن شاء الله لقدام إن شاء الله أحسن، إن شاء الله في السداسي نحقق نتائج أحسن منك إن شاء الله. خسارة جعلت رصيد الأهلي بنغازي يتوقف عند 20 نقطة، بينما واصل النصر زحفه نحو المقدمة رافعا رصيده إلى 18 نقطة في وصافة هذه المجموعة. صحبت الثلاثاء بمقر نادي الأهلي بنغازي قرعة كأس ليبيا لكرة اليد بحضور رئيس وأعضاء الاتحاد الفرعي لكرة اليد ومندوبي الأندية المشاركة. القرعة أسفرت عن المواجهات التالية، حيث سيلتقي الأهلي بنغازي مع الهلال والصواعد مع النجمة، وبنغازي الجديدة سيواجه الاستقلال، بينما يواجه النصر الفائز من لقاء جريونس والكفاح. يشار إلى أن مباريات الكأس ستقام بصالة نادي النجمة بداية من 13 من الشهر الجاري. احتضنت قاعة الاجتماعات بميدان الفروسية أبي ستة ورشة عمل بإشراف الهيئة الليبية لسباقات الخيول. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. مخاطر المنشطات وتأثيرها على صحة الخيول والخيالة،
كان عنوانا لورشة عمل أقامتها الهيئة الليبية لسباق الخيل صباح الاثنين بإصالة ميدان الفروسية بأبي ستة بطرابلس. حلقة النقاش كانت بتعريف المربيين والدكاترة البيطريين والجهات الإدارية اللي تختص بسباقات الخيل بأهمية المنشطات وأثرها الجانبية وما يترتب عليها من إقصاء الفرسان الليبيين في الاشتراك في المحافل الدولية والعالمية، ولهذا كان توضيح بسيط وسريع بخصوص المنشطات، وبإذن الله بعد شوية حتكون في حتى محاضرة عن طرق جمع العينات وتوصيلها. كما تلقى الحاضرون مجموعة من المحاضرات التوعوية بشأن الطرق السليمة والصحيحة في عملية جمع الدم ونقلها وكيفية حفظها ومعرفة المواد المحظورة والممنوعة والمواد العلاجية الخاضعة للرقابة الطبية البيطرية للسباقات العالمية بحسب المنظمة الدولية. يعني الفائدة تكون يعني بتنظيم السباقات وتكون عندنا ان شاء الله في يعني وعدونا في القريب العاجل حتكون عندنا لائحه في ليبيا تنظم عمليه السباقات، يعني الاشواط والوزن وكل يعني ما يتعلق بالسباق في ليبيا، شنو حقوقنا كمربين ومشاركين في السباقات وشنو يعني حقوق الهيئه، ويعني عمليه تنظيميه بحته. وكانت يعني اليوم استضافه مجموعه اطباء يعني كان لهم محاضرات يعني مثمره استفدنا منها يعني استفاده كبيره. رغم ما تعانيه البلاد من أزمات إلا أن مربي الخيول في ليبيا رسميا وشعبيا ما زالوا مستمرين في إقامة مناشطهم وإنجاح مسابقاتهم دون انتظار الدعم المقدم من مسؤولي الرياضة والجهات المختصة. نظم ولأول مرة في مدينة راس صنوف دوري للعبة البلياردو على مستوى شباب المدينة وموظفي شركة راس صنوف. التفاصيل في سياق التقرير التالي. الرياضة تشغل بال الشاب الليبي دائما وفي جميع مجالاتها، لهذا بادر شباب مدينة راس لانوف بإنشاء وإرساء لعبة البلياردو في المدينة، وذلك بتنظيم دوري للعبة البلياردو ولأول مرة على مستوى شباب المدينة وموظفي شركة راس لانوف. أول مرة تقام في مدينة راس لانوف في بلدية خليج السدرة بطولة للعبة البلياردو، وكانت من أجمل وأروع هذه البطولات التي تقيم لأول مرة في مدينة راس لانوف. شارك في الدوري 64 لاعبا وتنافسوا بكل روح رياضية لنيل لقب البطولة التي استمرت لستة أيام وكانت مليئة بالإثارة والتشويق وسط حضور الكثير من متابعي ومحبي اللعبة. الحقيقة انبهرنا بالصورة اللي لقيناها سواء كان من التنسيق والتنظيم والمشاركين، بطولة كانت ممتازة والحمد لله حضرنا النهائي وحضرنا تتويج وبارك الله فيهم، ونحن جينا هنا من باب دعم الرياضة من باب دعم الشباب. اختتم الدوري بالمباراة النهائية التي فاز بها اللاعب عمر الفرجاني، وبهذه التصويبة الرائعة استطاع انتزاع لقب الدوري لصالحه وفاز بالترتيب الأول. هذا المجهود الذي يبذل لتطوير أي رياضة في البلاد هو ما يعول عليه في خلق جيل يشرف الرياضة الليبية في المستقبل. لذلك نكون وصلنا إلى نهاية النشرة الرياضية. مشاهدين، لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقع القناة الإلكترونية 218tv.net إضافة لمواكبة جديد الأخبار والعواجل على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب، كذلك صفحة القناة على تليجرام. إلى اللقاء.